الصورة اللي شفتها قبل شوية مو لصغار الفيلة، ما هم فيلة في الأصل، هذول خنازير ولدوا ولهم خراطيم نفس خراطيم الفيلة. في ناس كثير ما لاحظوا كمية التشابه بين الفيل والخنزير، في كمية تشابه كبيرة جدا بين، صح أن أحجامهم مختلفة لكن لو نحطهم جنب بعض بنلاحظ كثير من الأشياء يتشابهون. بعطيكم بعض الأمثلة يعني بصراحة. كلهم عندهم نفس الخشب، وكلهم عندهم نفس طبيعة الجلد والأذان، حتى أن الخنازير اللي تطلع لهم أنياب لهم تقريبا نفس أنياب الفيلة. بس في هذا الحيوان شيء عجيب، إنه يأكل الفضلات، يتغذى على الفضلات. هذا كله له دخل بقصة الطوفان العظيم اللي حصل على وجه الأرض واللي كان في عهد نوح. في هذا الطوفان الماء غطى الأرض جميعا، واللي راح نحكي في هذه القصة الطريقة الهندسية المذكورة في بناء هذه السفينة الضخمة اللي ما احتوت فقط البشر، احتوت حتى الحيوانات، بل جميع أنواع الحيوانات على وجه الأرض. وهل تعرف بأن أول حمى نزلت على الأرض كانت على حيوان الأسد؟ كل هذه الأمور العجيبة راح نحكيها في قصة اليوم. طبعا بعد محاولات كثيرة من نوح عليه السلام في قومه انهم يرجعون لله سبحانه وتعالى ويتركون هذه الاصنام اللي قاعدين يعبدونها، فأوحى الله سبحانه وتعالى الى نوح عليه السلام انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن، يعني خلاص انتهى، ما في ولا واحد راح يتبعك الا اللي اتبعه. وهنا نوح عليه السلام رفع يديه لله سبحانه وتعالى وقال يا رب اني مغلوب فانتصر. فهجر نوح عليه السلام قومه، اختفى تماما، مو اختفى سنة ولا سنتين، اختفى سنين طويلة، حتى ان قومه لاحظوا انه مو موجود، فقاموا يدوروا له لين لقيوه يبني شيء كبير جدا من الخشب. وشو هذا الشيء؟ فقاموا يحاورونه عن هذا الشيء، ايش قاعد تسوي انت يا نوح؟ انت كنت تدعينا الى عبادة الله وحده والحين جالس تسوي ذا الشيء العظيم الكبير من الخشب. جلسوا يتناقشون في المسألة حتى عرفوا بان هذا الشيء اللي قاعد يبنيه هو شيء يطفو على الماء يسمى بالسفينة. فقالوا يا نوح وين الموية؟ انت قاعد تبني سفينة في الأرض. قاموا يضحكون عليه. قام نوح عليه السلام وقال إنا نسخر منكم كما تسخرون، بنشوف العاقبة لمن. فكان نوح عليه السلام يطبق أمر الله سبحانه وتعالى. بس يوم اختفى إيش كان يسوي بالضبط؟ يقول بعض أهل العلم بأن يوم اختفى نوح عليه السلام ما كان فقط يبني السفينة مباشرة، فكان يغرس نوع من الشجر معين أمرها الله سبحانه وتعالى أنه يغرسه، وجلس ينتظرها 100 سنة. طبعا أعمارهم قبل طويلة جدا، يعني في 100 سنة هذه يعني زي 10 سنين. في يوم كبرت هذه الأشجار واشتد صلبها بدأ يصنع من هذه الأشجار هذه السفينة الضخمة، وما كانت سفينة عادية، يعني كانت سفينة ضخمة جدا. خليني أوضح لك قد إيش هي ضخمة. السفينة هذه كانت على 3 أدوار وكان بناءها إعجاز من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فكان وحي من الله وإعجاز. فيقال بأن السفينة كانت حادة من الطرفين زي السفن اللي نشوفها الحين، وسبب أنها حادة من الطرفين عشان تشق الماء ويكون حركتها في الماء أسهل. كانت سفينة ضخمة جدا جدا جدا، وكانت على 3 أدوار، ضخمة جدا جدا إلى درجة أن أغلب أهل العلم قالوا بأن ارتفاعها ما ينقص عن 300 ذراع، يعني ارتفاعها ما ينقص عن 242 متر، يعني بطول مبنى من 50 دور. تخيل المنظر فقط يا رجل. وزي ما قلنا هي كانت على 3 أدوار وكل دور مخصص لفئة معينة. فالدور الأول كان للدواب والوحوش، يعني لكل الحيوانات اللي تمشي. أما الدور اللي في الوسط فكان للبشر، والدور العلوي فكان للطيور، وكان باب السفينة على الجنب، ولهذه السفينة غطاء من الأعلى عشان الماء اللي ينزل من السماء ما يدخل في السفينة. في شكلها الخارجي كالسفينة ولكنها مغطاة من فوق، صارت يعني قريبة من الغواصة، شكل عجيب الحقيقة. وبعد سنين طويلة من البناء والاجتهاد في بناء هذه السفينة خلص نوح عليه السلام بناء هذه السفينة. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح وقال له فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وهنا جاء أمر من الله سبحانه وتعالى يقول فيه ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نوح عليه السلام يوم قال إني مغلوب فانتصر. فأمرها الله سبحانه وتعالى إن لا تناقشني أبدا في اللي ظلموا، وعلمها الله سبحانه وتعالى بأن لك يا نوح علامة، إذا شفت يا نوح هذه العلامة فادخل أنت وأهلك هذه السفينة وخذ معك من الحيوانات زوجين من كل نوع من الحيوانات. طيب ايش هي هذه العلامة؟ وهذه العلامة العجيبة بأن الأرض
قبل العذاب هذا راح تخرج ماء من جميع أنحاء الأرض. الماء هذا راح يخرج من كل مكان حتى التنور، والتنور هو مكان نار، والنار هي أبعد الأماكن عن الماء، لأن مستحيل تجمع نار مع ماء. فالله سبحانه وتعالى علمها أن حتى التنور راح يخرج منه ماء. فإذا شاف نوح هذه العلامة ينطلق مباشرة ويطبق أمر الله سبحانه وتعالى. وبعد فترة معينة بدت الأرض فعلا تخرج ماء من كل مكان حتى من أماكن النار. يوم شاف نوح عليه السلام هذه العلامة عرف بأن أمر الله سبحانه وتعالى بدأ، فأخذ نوح من كل زوجين من الحيوانات اثنين. فيقول ابن عباس حبر هذه الأمة أن أول من دخل من الطيور الدرة، هي طيور الدرة، وآخر من دخل من الحيوانات الحمار. ويقول ابن عباس أن إبليس دخل متعلق بذنب الحمار، يعني حتى إبليس دخل في السفينة. فالله أعلم هل الشياطين والجن تتأثر بالماء؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكني أعرف أن في بعض الراقين يأخذون الماء المقري عليه، الله أعلم. يعني أنا من يحب أتفلسف في هذه المسألة. لكن يوم خلص نوح عليه السلام من جميع هذه الحيوانات ودخلها في هذه السفينة الضخمة، بدت علامات العذاب تتضح، وبدأ الجو يصير غريب ومرعب، بدأ ينزل مطر من السماء. فركبوا أولاد نوح كلهم سام وحام ويافث، لكن باقي ولد واحد اسمه يام. بدأت المياه تنتشر في كل مكان، ويوم بدأت العلامات تظهر أكثر والسماء بدأ ينفك منها الماء، انفتحت أبواب السماء ونزل ماء كثير غزير جدا من السماء. فيقول الله سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. منهمر يعني متدفق، كان الماء متدفق. ويقول الله سبحانه وتعالى بعدها وفجرنا الأرض عيونا، فتفجرت الأرض بالماء، فصار الماء ينزل من السماء بشكل غزير، والأرض تفجرت بالعيون من كل مكان من جميع أنحاء الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر، فصارت الأمواج كبيرة جدا، كبيرة مثل الجبال. ونوح في السفينة يركض يدور ولده وين يام، ينادي ولده في كل مكان ما هو قادر يلقى ولده. وبدأ الخوف والحزن يظهر على وجه نوح عليه السلام، وبدأ نوح عليه السلام يتوتر وين ولدي. في الآيات هذه تشرح هذا الموقف اللي حصل، فالله سبحانه وتعالى يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل معايا الموقف يا رجل، أمواج كبيرة جدا، وصفها الله سبحانه وتعالى كالجبال. ونوح يجري، ونادى نوح ابنه، يركض وينادي. فجأة إلا نوح عليه السلام يشوف ابنه في معزل، يعني في مكان بعيد. فيقول الله سبحانه وتعالى وكان في معزل، يعني في مكان بعيد عن السفينة، والأمواج هذه بينه. في يوم شاف نوح عليه السلام صرخ عليه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، خايف على ولده وهذه الامواج الضخمه بينه. ونوح عليه السلام ينتظر الرد من ولده، ايش بيصير الحين، بيسبح بيجي السفينه، لكن رد ولده كان سآوي الى جبل يعصمني من الماء، بطلع لي فوق جبل هنا والامور طيبه، يعني اكيد جبل بسيط بيأويني من الماء، فما له داعي الخوف يا ابويا والامور طيبه يعني. لكن نوح عليه السلام ما استسلم، فبدا ينادي عليه ويقول له لا عاصم اليوم من امر الله، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. بس قالها نوح عليه السلام وحال بينهما الموج، جت موجه كبيره بينهم فما صار يشوف ولد. خلاص نوح عليه السلام ما يدري ايش اللي حصل لولده. فجلس نوح عليه السلام على اعصابه، يعرف ان هالماء ما راح احد ينجو منه، هذا امر من الله، هذا عذاب، وتشوف ولدك اعوذ بالله يكون في هذا الموقف. جلس نوح عليه السلام على اعصابه، يوم شاف الماء ارتفع وغطى الجبال، واصبح الماء مغطي الارض كامله، ما صار فيه اي مكان ما فيه ماء، يعني العالم هذا كله صار محيط واحد، خلاص ماء في كل مكان، ماء في كل مكان، وابنه بين هذا الماء، وما يدري ايش اللي حصل لابنه. فرفع يديه للسماء وقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم. فجاه الرد من الله سبحانه وتعالى، فقال الله قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. لا اله الا الله، والله الرد سبب لي قشعريره، رد الحقيقه مرعب. هنا امتلأ قلب نوح عليه السلام خوف وخشية من الله، قال مباشرة ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهذا هو ابنه، بس مال قلبه لابنه فقط، فكيف لك باللي يحبون الكفار الحين، يحبونهم أكثر حتى من المسلم. هذا نوح عليه السلام بس مال قلبه لابنه، فلا يليق بأمة محمد بأنها تميل مع الكفار، الأمة اللي قال عنها الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة. فالله المستعان. المهم إن الله سبحانه وتعالى قال فكان من المغرقين، أعوذ بالله. المنظر عجيب جدا، الأرض مليانة بالماء، ما تشوف يابسة على وجه الأرض كاملة، في كل مكان ماء
وسفينة نوح عليه السلام في وسط هذا المحيط الضخم جدا ما له نهاية. مرت الأيام وما زالت السماء تهطل بالماء والماء يخرج من الأرض، ويقال بأن جلس الطوفان هذا 40 يوم. وفي خلال 40 يوم هذه حصلت أحداث مذكورة عند أهل الكتاب اللي هم النصارى واليهود. فمن الأحداث اللي حصلت في السفينة أنهم كانوا البشر عايشين في هذه السفينة، ولكن الريحة كانت جدا نتنة بسبب فضلات الحيوانات. كانت الفضلات في كل مكان، تخيل الحيوانات هذه الضخمة جدا جالسة، يعني ما أبغى أتكلم زيادة، لكن كل فضلاتها تبقى في مكانها، والريحة صارت تسرع يعني ريحة لا تطاق. فدعا نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى إن يا ربي هذه الفضلات أذتنا يا رب. فأوحى الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام بأنه يمسح على الفيل، ويقال بأنه ذنب الفيل. فخرج من بطن الفيل كائنين يشبهون الفيل واللي هم الخنازير. فلو تركز معاي الشبه بين الخنازير والفيل بتلقى بينهم تشابه كبير جدا، فلو نحطهم جنب بعض بتلقى أن الخنزير فعلا يشبه الفيل. فلو تركز معايا في فتحتين الخشم بتلقاهم يتشابهون بشكل كبير جدا، حتى أن جلدهم نفس الجلد، عندهم نفس شكل الجسم، نفس الذنب، أشياء كثير يتشابهون فيها، حتى الأذان، حتى النوع من الخنازير اللي يطلع له أنياب عندهم نفس الأنياب. فأول ما خرجت هذه الخنازير بدأت تأكل فضلات الحيوانات، بدأت تأكل كل الفضلات في السفينة، فأصبحت السفينة مناسبة للعيش. فالله أعلم بالأول والأخير إذا كانت هذه الرواية صحيحة أم أنها يعني كذبة، لكن هذه من أقوال أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والله أعلم مدى صحة هذا القول، ولكن الحقيقة عني أنا أقدر أشوف هذه القصة فعلا يعني فيها الكثير من العقلانية. لكن هذه ما كانت المشكلة الوحيدة اللي في السفينة، كان في مشكلتين في السفينة واللي هم الأسد والفار، وهذه مي مذكورة عند أهل الكتاب لكنها مذكورة في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه خادم عمر بن الخطاب كان اسمه أسلم. والحديث المرسل يعني منقطع، رواه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعي ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه، يعني أصحاب نوح عليه السلام، وكيف نطمئن أو كيف تطمئن المواشي ومعنى الأسد، فسلط الله عليه الحمى يعني على الأسد، فكانت أول حمى نزلت في الأرض، يعني أول حمى نزلت في الأرض كانت على أسد. فصار الأسد في هذا الوقت يعني هاجم، ما له نفس يأكل، يشعر بالبرد بشكل متواصل، وما صار في حيل يهاجم باقي الحيوانات. بس كان في مشكلة ثانية واللي هو الفار. فيقول ثم شكوا الفارة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا، بدأت تأكل في أكل البشر وبدأت تفسد الطعام عليهم. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الأسد فعطس، فخرجت الهرة منه، يعني البساس اللي تشوفها هذه من عصة الأسد، فتخبأت الفأرة منها. والله أعلم إذا كانت هذه الرواية صحيحة فعلا، ولكن هذه الرواية فيها ضعف يعني الأول والأخير. المهم أن الطوفان استمر 40 يوم أو استمر أيام طويلة بالأصح، وأغرقوا كل المشركين على وجه الأرض، ما كان في هذيك اللحظة أحد يعبد غير الله سبحانه وتعالى، كلهم مؤمنين. أهلك الله كل المشركين على وجه الأرض. فأمر الله سبحانه وتعالى الأرض بأنها تبلع ماءها، وأمر السماء بأنها تقلع. قال الله سبحانه وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، فالماء بدأ ينقص شيء فشيء بدأ ينقص، وقضي الأمر، انتهى أمر الله سبحانه وتعالى وعذابه على المشركين لأنهم ماتوا كله. واستوت على الجودي، يعني السفينة سفينة نوح استوت على جبل اسمه الجودي، ومكان هذا الجبل فيه أقوال كثيرة راح أذكرها لكم بعدين. ويقول الله سبحانه وتعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين، الأرض نشفت خلاص، يوم نشفت الأرض تماما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح وقال له قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام بأن يهبط من السفينة، وعلمه بأن مو هذه نهاية المشركين، فمن ذريتك يا نوح راح يكون في مشركين وراح يمسهم منا عذاب أليم. فنزل نوح عليه السلام والمؤمنين فرحانين يعني بالنجاة، أمر عجيب شافه، فإن الله سبحانه وتعالى اختارهم ونجاهم من هذا العذاب العظيم ومن هول المنظر اللي شافوه، كانوا فرحانين، ولكن هول المنظر اللي شافوه عجيب جدا، شافوا أمر عجيب يا رجل. ومن هول هذا المنظر اللي شافوه كل المؤمنين ما عدا نوح وأهله أصبحوا عقيمين ما ينجبون، الوحيد اللي ينجب نوح عليه السلام وأهل نوح.
فقط، فيقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. فأصبح كل البشر اللي موجودين على وجه الأرض الآن ينسبون كلهم إلى نوح عليه السلام، فسمي نوح عليه السلام بأبو البشرية الثانية، وسمي عهده بالعهد الثاني للبشرية. أما موقع جبل الجودي هذا فالله سبحانه وتعالى أعلم مكانه، لكن في أقوال كثيرة في المسألة، فيقال بأن جبل في تركيا، وفي هذا الجبل موجود فعلا شكل سفينة، شكل سفينة ضخم جدا وكأنها رصد هناك. العلم عند الله سبحانه وتعالى إذا كان هو فعلا هذه سفينة نوح عليه السلام، لأن والله الشكل يعني جدا مرسوم بشكل عجيب جدا جدا واضح. ففي ناس كثير وعلماء كثير يعني وافقوا على أنه هو فعلا هذا الجبل اللي رصت عليه سفينة نوح عليه السلام. والعلم عند الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا القول صحيح، ولكن في أقوال مجموعة من العلماء بأن مو هو هذا الجبل، والجبل هو كان في جزيرة العرب. الله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وين مكانه، لكن المهم أن هذا كله حصل. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم، أتمنى أن القصة نالت على إعجابكم، وإذا وصلت لين هنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنسى تروح تتابع كل السلاسل اللي موجودة على هذه القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.